جولة أو فقرة جديدة من فقراتنا في صباح الخير يا بصر، وهي التوبيك أو الموضوع الرئيسي لينا زي ما اتكلمنا في البداية عن مشكلة الزيادة السكانية، لأن دايما الزيادة السكانية ما بيكون لها أعباء كتيرة جدا، ويمكن ده اللي أشار ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، واللي بيكون ليها تأثير على كل بقى يعني ما يطلبه المواطن من الدولة، سواء كان من تعليم، سواء كان من صحة، سواء كان من مستوى من الرفاهية وأيضا حياة كريمة، وإنه لازم يكون عندنا معدلات نمو كبيرة علشان نقدر نستوعب هذا الكم الهائل والضخم جدا من الزيادة السكانية. إيه هي التفاصيل وإزاي نقدر اللي إحنا نحقق يعني معدلات نمو مرتفعة؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا الكريم الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور، يمكن يعني ما بين معدلات التنمية والزيادة السكانية علاقة عكسية، لما ده بيرتفع التاني بيقل، دايما معدلات التنمية كل ما بتزيد كل ما بتأثر بشكل مباشر كمان على معدلات التنمية الخاصة بالمواطن، سواء كانت الزيادة السكانية منخفضة. عاوزين نعرف ازاي نقدر يعني نحقق هذه المعادلة الصعبة ونبسطها بقى للمواطنين. يعني هو بداية خلينا نأكد على انه حديث السيد الرئيس بالامس عن الزيادة السكانية المرتفعة لم يكن هو الحديث الاول. نعم. يمكن منذ تحمل المسؤوليه الرئيس السيسي الحقيقه وهو يتحدث في هذا الامر باعتباره بيمثل احد اهم التحديات الداخليه اللي بتواجه الاقتصاد المصري. بدايه مهم قوي انه مش بس يكون التفكير والادراك بحجم التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه، مش بس مهم انه يكون على مستوى الدوله ككل، على مستوى الرئيس او الحكومه. نعم. مهم انه هذا الامر يبدا من حيث المؤسسه الاصغر داخل الدوله وهي الاسره. نعم. لانه في الاساس الدوله بتقوم على مجموع من الاسر، واذا كانت الدوله بتعدادها اللي بيتخطى 100 مليون، لو قلنا انه الاسره بنتكلم على 4 5 6 في المتوسط، فاحنا نعم. بنتكلم على 25 مليون اسره مؤسسه، 25 مليون مؤسسه داخل الدوله المصريه. مهم قوي ان الحقيقه تكون مدركه لكافه التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. وخلينا ناكد ايضا على انه العنصر البشري هو استثمار اذا احسن استغلاله. نعم. وكمان اذا احسن تجهيزه، لانه هيظل الزياده السكانيه ما لم تحظى بالمستوى الجيد من الانفاق والاستثمار هيظل المردود منخفض، وبالتالي اللي بيقارن فيما بين الوضع في مصر والصين والهند والمانيا وغيره، لا المعادله مختلفه. صحيح. لانه احنا بدايه الدخل اللي بينفق على 4 غير اللي بينفق على 6 غير بينفق على 8، والموازنة العامة اللي بتنفق على 100 مليون غير اللي بتنفق على 120 مليون او 150 مليون. مظبوط جدا. وبالتالي هي المسألة انه مش بس كم، لكن كمان الاكثر اهمية وكيف، انه المولود ده هيظل عبء على النمو والتنمية لحد لما بيدخل لمرحلة القيمة المضافة، لحد لما بيخلص تعليمه ويبتدي يدخل لمرحلة العمل والانتاج. بالتالي احنا بنتكلم على اذا كان الاستاذ الرئيس بيتحدث بالامس منذ تحمل المسؤوليه زدنا تقريبا 12 14 مليون مواطن، دول التهموا تقريبا كل الثمار التنميه اللي تحققت خلال تلك الفتره. وهيظل المواطن لن يشعر بتحسن في مستوى المعيشه طالما انه الزياده السكانيه بهذه الوتيره، اخذ في الاعتبار انه فيها ما يتحقق من تفاوضات اقتصاديه داخل الاقتصاد المصري. كمان الحقيقه بيواجهوا تحديات كبيره للغايه، مش بس تحدي الزياده السكانيه داخليا، لكن كمان الاكثر اهميه هو التحديات الاقليميه والدوليه. احنا الحقيقه ما زلنا بنعاني من الاثار السلبيه لجائحه كورونا والاثار السلبيه لموجب بقى ارتفاع الاسعار، التضخم العالمي، الازمه اللي بتواجه سلاسل الامداد، ارتفاع تكاليف الشحن على المستوى الدولي، الازمه المشتعله حاليا في روسيا واوكرانيا. بالتاكيد ده كله بينعكس على من الازمات اللي بتواجه الاقتصاد بالفعل. طيب. بالتاكيد بتواجه الاقتصاد العالمي بتنعكس على الاقتصاد المصري. نعم. طيب دكتور، خليني اربط كده بين مصطلحين، او حضرتك ساعدني في الربط بين مصطلحين، مصطلح جوده الحياه ومصطلح الزياده السكانيه. احنا بنتكلم ان في ضخ اموال واستثمارات كبيره جدا من قبل الدوله المصريه، 6 تريليون و200 مليون جنيه اتصرفوا في السبع سنين اللي فاتوا كاستثمارات في حياه المصريين، وفي زياده سكانيه كانت كبيره جدا زي ما حضرتك اتكلمت. احنا بنتكلم بقى في نقطه جوده الحياه، اذا كان العدد لا يزيد بهذه الدرجه، هل هينعكس ده بشكل مختلف اكتر على التعليم وعلى الصحه وعلى مستوى الرفاهيه كمان، وهو شيء يعني احنا نتطلع له مع الاستثمارات اللي بتصرف في الفتره اللي فاتت؟
علشان نبسط المساله حتى اللي انا بتعد تسهيلا عن حال وضع الاسره المصريه، بنتكلم انه الاسره المصريه موازنتها زي موازنه الدوله. انه مؤكد الدخل اذا لم يتزايد وفي زياده سكانيه على مستوى الاسره، مؤكد انه النصيب الفردي بينخفض. وبالتالي ما بيبقاش في انفاق جيد على التعليم والصحه وكده. والسؤال اللي لازم نساله، هل المصريين راضيين عن مستوى الخدمات التعليميه؟ لا. راضيين عن مستوى الخدمات الصحيه؟ لا. طب ما بالنا ان احنا كمان بنزيد من الامر صعوبه بمزيد من الانجاب، وبالتالي بنتحدث عن كثافه اعلى في الفصول، بنتحدث عن كثافات عاليه جدا في المستشفيات، وبالتالي هيظل المواطن واعي. حسن في الاعتبار انه امكانيه زياده موارد الدوله هي نفس الامر مع امكانيه زياده دخل الاسره، بمعنى انه المسائل ليست مطلقه. يعني هيظل الدوله لها قدرات وامكانيات بتحاول انها تعظم مما هو متاح لديها، وهيظل ايضا انه الاسره ورب الاسره عنده قيود، انه مش متاح اذا كان دخله بياخد على 1000 او 2000 او 3000 مش متاح ناخد 50000 و 100000. نعم. وبالتالي هيظل هو التحدي اللي بيواجه الاسره هو التحدي اللي بيواجه الدوله. وبالتالي مهم ان احنا كلنا نعيد الحسابات مره اخرى، لانه احنا الحقيقه اللي بنخلق المشاكل لنفسنا، احنا الحقيقه اللي بنخلق مزيد من التحديات بتواجهنا وبتواجه الدوله المصريه ككل. نعم. دكتور هشام، يمكن كلنا فاكرين برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي عكف في تعليق الدوله وقدر يعني في الحقيقه اللي هو يحقق نوع من انواع معدلات النمو المرتفعه، وده باشاده كبرى المؤسسات العالميه. عاوزين برضو نبسط كده ونفهم الساده المشاهدين ازاي لو ما انتبهناش لمعدلات الارتفاع الخاصه بالتعداد السكاني ممكن دي تنعكس على الخطوات الايجابيه اللي حققناها خلال الكام سنه اللي فاتوا. مش بس كده، ممكن تجعلنا نحتاج مره اخرى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. يعني اذا ما استمرت الزياده السكانيه، مؤكد انه كل ثمار وعوائد الثانيه سوف يتم التهامها بفعل الزيادات السكانيه. نعم. وبالتالي سنصل بعد 10 سنوات او اكثر او اقل ان احنا محتاجين مره اخرى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. وطبعا ده بيبقى ليه تكلفه، واتصور انه يمكن برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي فيها بدينا فيه 3 نوفمبر 2016، اتصور انه الكل بما فيه المواطن المصري الحقيقه كان بيعاني من موجه ارتفاع الاسعار في بدايه العام الاول. صحيح احنا وصلنا لمرحله استقرار، والحقيقه المجتمع والاقتصاد الحقيقه بدا يعيش في مرحله اكثر يعني اكثر كفاءه مما كنا عليه، لكن كمان هيظل انه التحدي الشديد في الزياده السكانيه مؤكد انها بتظل ضاغطه على الوضع الحالي، وبالتالي مهم جدا ان احنا الحقيقه ننظر للكيف مش للكم، مهم قوي انه الزياده السكانيه تتماشى مع موارد التنميه، وعلشان يكون لها قيمه مضافه مرتفعه في مرحله دخولها لمرحله الانتاج، مهم قوي انه يكون ما يتم زيادته في اطار الزياده السكانيه يتماشى مع معدلات الموارد المتاحه داخل الاقتصاد المصري. واحنا اخذنا في الاعتبار انه احنا برضه الاقتصاد المصري ليس بعيدا عن المجتمع الدولي، يعني احنا ما زلنا بنحقق معدل مقتصادي من بين الاعلى على مستوى العالم. ما فيش متاح امامنا في ظل التحديات الرهيبه اللي بنواجهها على المستوى الدولي ان احنا نقدر نعمل معدل نمو اقتصادي 10 او 12% علشان المواطن يشعر بالتحسن اللي بيحتاجه او اللي بيرغبه، وبالتالي هيظل ان احنا الحقيقه موجودين عندنا تحديات داخليه وعندنا تحديات اقليميه، ما زالت المنطقه الحقيقه بتئن من صراعات داخليه، عندنا تحديات على المستوى الدولي، الحقيقه المجتمع الدولي كله يقف على اطراف اصابعه بفعل ما يحدث في الوقت الحالي، وبالتالي الوضع صعب للغايه، وامكانيات او سقف طموحاتنا لا يجب ان يرتفع بشده لانه حجم التحديات كبير، وبالتالي مهم قوي انه الجميع يدرك هذه الحقيقه والواقع اللي احنا عايشينه، وبالتالي يبقى في منطق في التفكير وفي رشاده في اتخاذ القرار ان احنا اللي بنولد مزيد من الضغوط لانفسنا وللدوله المصريه ككل. نعم. اكيد دكتور، يعني هشام لما نيجي نقول التشريعات بتوضع لتسهيل او لتوضيح وجهات النظر وبتوضع للمساعده في الحد من الصعوبات اللي بتواجه المواطنين، لما نقول ان الصين في فتره من الفترات شالت الدعم من على اكثر من الطفل الاول او الثاني، لا اتذكر، حضرتك تقدر تصلح لي المعلومه، لكن احنا بنتكلم انه لا يتم تقديم الدعم سواء بقى المادي او في الدراسه أو هل في إجراءات مشابهة أو إجراءات تتناسب مع الطبيعة المصرية وطبيعة تقاليد المجتمع المصري في إنها تساعد في إنها تحط شوية مش عارفة نقولها إزاي ضوابط لزيادة الإنتاج أو زيادة الإنجاب اللي موجود في الأطفال؟
هو بداية ما زالت الدولة المصرية على مستوى الرئيس أو مستوى الحكومة أو مستوى المشاريع ما زالوا لديهم ثقة عالية في المواطن ولا يريد أن يحقق مستهدفاته بمزيد من الضغط، لكن احنا الحقيقة بنعول كثيرا على الفكر والحكمة الخاصة بالمواطن ذاته. مهم قوي إن المواطن يكون عايش في الظروف اللي احنا بنعيش فيها وشايف التحديات اللي احنا بنواجهها. واذا ما اذا لم ينصلح معدلات او الزياده السكانيه تعود مره اخرى لمعدلات طبيعيه مقبوله تتماشى مع معايير مصر الاقتصاديه، معتقد انه هيبقى متخذ القرار مجبر ان هو يتخذ مثل هذه الاجراءات اللي حضرتك بتشير اليها واللي هي العديد من الدول خدتها على المستوى الدولي. الدوله المصريه لا ترغب في هذا، لكن اذا ما وصل الامر لمرحله انه هنقابل او هنقارن فيما بين وضع به تحديات ووضع كارثي ممكن ان نصل اليه اذا ما استمرت الزياده السكانيه بهذا المعدل، اتصور انه المسؤول هياخد القرار الصعب في ذلك التوقيت، وبالتالي خلينا نساعد نفسنا. يعني الاعتماد في هذه المرحله هيكون على المجتمع المدني اكثر في مزيد من التوعيه، استخدام الرائدات الريفيات في الاماكن البعيده او الاماكن اللي يعني ذات طبيعه خاصه، استخدام يعني المساجد والكنائس والتعامل شخص لشخص او 1-to-1 يعني اكثر لتوضيح وجهه النظر ولشرحها اكثر لمن هم اقل حظا من التعليم فمش قادرين ياخدوا بالهم قوي من الدوله المصريه بتتكلم فيه؟ بالتاكيد زي ما حضرتك اشرتي، الاعتماد على كافه مؤسسات الدوله، الازهر، الكنيسه، المدارس، لكن كمان يسبق كل هذا الاسره. الاعتماد على ثقافه الاسره ذاتها، وهنا الاعلام مفترض انه بيلعب دور حامل للغايه في رفع مستوى الثقافه والتعليم واحاطه المواطنين بالحقائق وتفسيرها وتوضيحها علشان يكون القرار رشيد في النهايه. هيظل في النهايه الزياده السكانيه ده قرار كل اسره. مهم قوي انه يكون شايف كويس، يكون عارف ايه اللي بيحصل حواليه علشان يبقى القرار بيتخذ في اطار معلومات ديت، وده الحقيقه دور مهم الحقيقه مفترض انه الاعلام بيلعبه في الوقت الحالي، واتصور انه رساله الرئيس بالامس هي رساله مهمه للمجتمع بكافه مؤسساته انه على الجميع انه يتحرك في هذا التحدي الكبير علشان نوجد لنفسنا الحقيقه حل يتماشى مع رغباتنا وطموحاتنا فيما يتعلق بالمستقبل. نعم أكيد. طب دكتور هشام، يعني هحط نفسي مكان مواطن دلوقتي بيتفرج علينا وممكن يسأل يقول ايه، طب ما الصين تعداد سكانها كبير جدا، بنتكلم في 1.4 مليار تقريبا نسمة، وفي نفس الوقت ما عندهاش معدلات نمو قليلة او معدلات تنمية قليلة، ترد عليهم ازاي؟ لا، هو بداية كل دولة لها معطياتها، يعني نعم. المواد الاقتصادية في اي دولة، وهي دولة منتجة اصلا، دولة صناعية كبرى كمان. بالتأكيد دي مساله. المساله الثانيه هي الاكثر اهميه، ودي يمكن الاستاذ الرئيس تحدث عنها بالامس ويمكن بيتحدث عنها كثيرا، الى اي مدى ثقافه المواطن المصري هي ثقافه انتاجيه مش ثقافه استهلاكيه. والحقيقه دي مساله حمل لله، انه يعني المواطن في الصين الحقيقه سلوكياته كلها بتحض على العمل، رغبه عاليه منتج اكثر من كونه مستهلك. صحيح، احنا للاسف ما زالت ثقافه الاستهلاك هي الثقافه الغالبه عندنا، ولو تحولت ثقافتنا لثقافه انتاجيه يمكن يكون الوضع افضل. صحيح. وبالتالي مش عايزين نقارن مصر بدول اخرى، لانه كما اشرنا انه في موارد مختلفه. صحيح، وحجم التحديات كمان مختلفه، يعني يمكن التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه اتصور انها اكبر بكثير من التحديات اللي بتواجه الصين. احنا ما زلنا موجودين في منطقه ملتهبه، الدول حوالينا بتعاني من صراعات داخليه. صحيح. مصر ما زالت دوله مستهدفه، مصر عندها تحدياتها، عندها تركيبتها، وبالتالي مساله ان احنا نقارن الدولة بدولة مسألة أتصور أنها غير مفيدة في اتخاذ قرار سليم. صحيح ننظر للآخرين، لكن علينا أن احنا نقوم بتحليل جيد لمعطياتنا داخليا، ومهم قوي أنه ينبع القرار بما يتماشى مع ظروفنا وإمكانياتنا، مع اختلاف طبعا فكرة وجود يعني بيئة كمان مختلفة، في بيئة صحية، في أيضا يعني توفير قدر كافي من التعليم، وهحط هنا 100 خط وخط تحت التعليم الجيد، لأن هو سبب من أسباب نهوض الدول، ويمكن ده اللي أشار ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بفكرة التدريب اللي كان هيتم ب 30,000 دولار لكل طالب، لكن للأسف لم يتجاوز عدد المتقدمين أو الناجحين في الاختبارات اللي تمت ل 100,000 من أصل أكتر من 300,000 شخص من خريجي نظم ومعلومات، وده بينعكس على جودة
التعليم، فيمكن التعليم هو الأساس والركيزة الأساسية اللي دايما الدولة المصرية حريصة وبتأكد عليها. الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بنشكر حضرتك فندم على وجودك في صباح الخير يا مصر، وهذا التحليل الشيق والممتع.